طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين جاي هرفي عشان اطلب وجبه ون بيس. وجبه ون بيس حبيبي الفوكس هذه. طبعا سعر الوجبه ب 36 ريال بس انا طالبها وسط، ف هذه تجي معاها لعبه جوينج ميري السفينه، ويجي معاها الاستيكر هذا. والله الاستيكر هو احلى شيء موجود حرفيا يا اخوان، والله العظيم شيء رهيب هذا الاستيكر. هذه الوجبه، طبعا الوجبات في ثلاثة انواع، في الدجاج اللي هو الحار، وفي الدجاج البارد، وفي لحم بعد. خلينا نشوف الان شكل الوجبه معانا. هذه ما ادري ليش الجبن طالع لكن عوافي، بس شكلها والله العظيم انه مره مره جامد. الكرتونه بعد جامده، الوجبه جامده بشكل عام. ف ون بيس عمك